أظهر استطلاع للرأي في الدول العربية أن نقص الغذاء وانعدام القدرة الشرائية للحصول عليها أصبح هاجزا ملحا لمعظم من شملهم الاستطلاع. أفاد الاستطلاع الذي أجرته شبكة البارامتر العربي البحثية لصالح بي بي سي نيوز عربي بتراجع ثقة المواطنين العرب في الديمقراطية ممن استطلعت آراؤهم، معتبرين أن الأداء الاقتصادي يصبح سلبيا في ظل الديمقراطية. أكثر من نصف سكان المنطقة العربية يربطون بين ضعف الأداء الاقتصادي والأنظمة الديمقراطية، وأكثر من نصف سكان المنطقة يعجزون عن شراء احتياجاتهم من الطعام، وتزايد في أعداد العائدين لممارسة الشعائر الدينية في المنطقة العربية. ومن بين قادة العالم ما زال إردوغان يتربع على عرش الأكثر شعبية بين العرب. هذا أبرز ما جاء في استطلاع شبكة البارومتر العربي لصالح بي بي سي عربي حول آراء سكان المنطقة بمختلف القضايا، ويشمل 9 دول عربية هي العراق، لبنان، الأردن، مصر، السودان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس والأراضي الفلسطينية. فما هي التفاصيل؟ وفقا للاستطلاع، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ما زال الزعيم الأكثر شعبية بين العرب، وتنال سياساته تأييد 55% ممن شملهم الاستطلاع. هذا يعني أن بعض الأمور بقيت ثابتة منذ مسح عام 2018. في المركز الثاني يأتي رئيس دولة الإمارات المنصب حديثا الشيخ محمد بن زايد بنسبة 52%، ويليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنسبة 46%. على الأقل نصف من شملهم الاستطلاع في أغلب الدول يؤمن بأن الأداء الاقتصادي ضعيف في ظل الأنظمة الديمقراطية. يأتي ذلك بعد 11 عاما من بداية ما يعرف بثورات الربيع العربي. والعراق هو البلد الأكثر تشكيكا في فوائد الأنظمة الديمقراطية. خيبة الأمل بالديمقراطية تتصل اتصالا وثيقا بعجز الكثيرين عن تحقيق أمنهم الغذائي. ففي أغلب الدول المشمولة بالاستطلاع أكثر من النصف يقولون إن طعامهم نفد ولم يمتلكوا المال لشراء المزيد. يتصدرهم المصريون بنسبة 68%، ثم الموريتانيون بنسبة 65%، والسودانيون ثالثا بنسبة 63%، مع العلم أن جزءا كبيرا من الاستطلاع أجري قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أنحاء المنطقة. الإيمان بالديمقراطية يتراجع، ولكن ممارسة التدين تزداد مقارنة بالاستطلاع السابق، وخاصة بين فئة الشباب تحت سن 30. فمثلا تراجعت أعداد من يصفون أنفسهم بأنهم غير متدينين في تونس من النصف إلى الثلث، كما انخفضت أعدادهم أيضا في المغرب ومصر بمعدل 12 نقطة في كلا البلدين. يظهر الاستطلاع تزايدا في أعداد من يقبلون بقيادة المرأة، وتراجعا في أعداد من يعتقدون أن الرجل أفضل في القيادة السياسية. ولكن على الجانب الآخر، في أغلب الدول على الأقل الثلث يقول إن العنف ضد المرأة تفاقم السنة الفائتة. ما رأيكم بهذا الاستطلاع، وما هي آراءكم حول القضايا المطروحة، وكيف تفسرون نتائجها؟ شاركونا آراءكم. للنقاش ينضم إلينا من عمان الأستاذ وائل الخطيب، الباحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ وائل. ومن مدينة برينستون الأمريكية دكتورة أماني جمال، عميدة كلية شؤون العامة والدولية بجامعة برينستون الأمريكية. أهلا وسهلا بحضراتكم. دكتورة أماني، استطلاع لا يشمل إيران ولا إسرائيل ولا تركيا، وجل الحكومات الخليجية رفضت الوصول الكامل والعادل للاستطلاع، ونتائج الكويت والجزائر جاءت بعد فوات الأوان لتضمينها في تغطيتنا في بي بي سي عربي. كيف يتم الحسابات الإحصائية لاعتماد نتيجة كهذه ليقال جل الدول العربية من عدمه؟ كيف ينظر إلى الهامش الإحصائي في هذه التركيبة؟ المشكلة أنه يعني جربنا أن نقوم بالاستمارات استطلاعات الرأي بالدول الخليجية، ولكن وجدنا صعوبات. ومع دولة إسرائيل وإيران وتركيا، يعني ما بنحسبهمش من دول العربية طبعا، فيجب علينا أن نقوم بالاستطلاعات في الدول العربية اللي قدرنا أن نعمل فيها،
وهدول الدول يعني اللي اجوا اللي معنا هلا في المجموعه اللي انت كنتوا تتكلموا عليها هلا. بس أنا سؤالي، هل يمكن الاعتماد على هذه النتائج إحصائيا لنخرج بنتائج حاسمة مثل التي ظهرت، لنقول جل الدول العربية كذا، أو يعني هناك من يشكك أصلا في النتائج برمتها بسبب عدم وجود هذه الدول بين المستطلع آراءه؟ يعني في الدول الخليجية مش موجودة، ولكن عندنا دولة الكويت، ودولة الكويت من الدول الخليجية المهمة، والموجود بالكويت يعني من استطلاعات ولا المواطنين الجزائر يا دكتور، بالكويت. لا الكويت ولا الجزائر. الجزائر يعني الجزائر طبعا هذول الكويت والجزائر راح يدخلوا بالاستطلاع، ولكن يعني الجزائر من دول شمال أفريقيا، وعندنا بالاستطلاع مصر وتونس والمغرب، ويعني نقدر احنا من خبرتنا على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الموجودين بالجزائر انه كمان نقترح او يعني ان نحلل تحليلا ثبوت على اللي بيصير بالجزائر وبالكويت، وكمان بالدول الخليجية الأخرى اللي هي السعودية والإمارات العربية. أستاذ وائل الخطيب، كيف ترى حضرتك القراءات في هذا التقرير من منطلق أنثروبولوجي له علاقة بكيفية إدارة الناس لحياتهم، من ثم الحكم على الربط بين الشؤون الاقتصادية وبين مفهوم الديمقراطية بأركانه؟ أهلا بكم جميعا، شكرا على الاستضافة. حقيقة هو يعني نقاش طويل وموضوع مهم عن الحديث عن العلاقة بين الديمقراطية والتنمية، ولكن أود أن أشير بداية أن هناك وجهة نظر تربط الطرح القديم بين الليبرالية القديمة الاقتصادية من أجل ليبرالية سياسية، أي التحديث نظرية التحديث، ولكن هذا انتهى مع صعود ما يسمى بالليبرالية الجديدة أو النيو ليبرالية التي تركز على الاقتصاد. الاقتصاد هو المهم، وطبعا في مثال مهم جدا هون اللي هو النموذج الصيني الذي يركز على الاقتصاد في ظل غياب للحريات. ولكن في السياق العربي يجب أن يكون هناك حد أدنى من الحريات تضمنه الدولة. والحديث عن الوطن العربي، غالبا هناك طبقات، لا يوجد هناك طبقات اقتصادية منافسة، لأن غالبية أدوات وعوامل الإنتاج الاقتصادي تكون عادة بيد الدولة، وبالتالي فإن القوى الاقتصادية تكون عاجزة عن تقديم بدائل اقتصادية وسياسية. حضرتكم حكيتم عن العراق، العراق مثال جيد، أو تونس. الحكم بعد الانتخابات 2011 في تونس، أو من جاءوا إلى الحكم، لم يكن هناك تقديم برامج اقتصادية بديلة. فبالتالي هذه القوى البديلة بسبب عدم مقدرتها على التحكم بأدوات الإنتاج قدمت شعارات رومانسية غير قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية. لم يكن هناك تغيير في بنية الدولة والمجتمع لأنه الفترة قصيرة، فبالتالي الديمقراطية أو الانتخابات التي حدثت لم تجلب رفاه اقتصادي، وبالتالي لم تكن هذه النتائج الاستطلاع مفاجئة. دكتورة أماني، هل من المنصف نسب السياسات الاقتصادية أو النقدية غير القويمة لفكرة الديمقراطية مطلقة على عواهنها كذا، من دون الحديث عن ظروف الديمقراطية؟ يعني هي ديمقراطية الصندوق ومفاصل الدولة في يد نظام عسكري، ولا النظام يحاول العودة إلى الدولة القديمة أو العميقة، أو محاولات التأثير من الخارج؟ حضرتك تعرفي أن الربيع العربي لديه على الأقل ثلاثة موجات، ثالثتها انقلبت على الربيع العربي، من ثم هل من المنصف الحديث عن الديمقراطية باعتبارها المعامل غير القويم الوحيد للحكامة غير المعتد بها؟ يعني لما احنا خلينا ناخذ النظر من نظرة وجهة نظر المواطنين، المواطنين يريدون الحريات ويريدون الحرية السياسية، بس بالأهم يريدون الحياة الاقتصادية تكون حياة اقتصادية يعني تكفي مكيفة وتكفي العائلات الموجودة يعني بالدول العربية، يعني بيشمل الدول العربية. لما نتطلع على الاستطلاعات الآن، مظبوط، اللي بنشوفه من يوم أيام ربيع العربي بالأخص بالدول زي ما تفضل الدكتور وائل، بالدول العربية اللي صار فيها انتخابات مثل العراق وتونس خلال العشر سنوات الأخرى، الوضع الاقتصادي في البلدان هاي اليوم، يعني ناخذ نسبة تونس اليوم، الوضع الاقتصادي للعائلة أسوأ ما كانت بال2010 قبل الربيع العربي بتونس، هذا بعد ثلاث انتخابات ديمقراطية.
بتونس وعشر سنين من العملية الديمقراطية. فإذا الديمقراطية مش راح تنفع الشعب وتحسن بالوضع الاقتصادي للعائلات بالدول العربية، هلأ شو اللي بنشوفه؟ إنه المواطنون يعني هلأ they not supporting democracy، فيعني يريدون حال انه يعطيهم نسبة economic dignity، انهم يعني يقدروا انهم يقوموا في مسؤولياتهم الاقتصادية. فهلا عندك زي عندك الدول العربية كمان من يوم الربيع العربي، مثل في بعض الدول الحكومات هلا كمان بيسحبوا في الحريات الديمقراطية وبيطبقوا more authoritarian او غير يعني غير حكومة ليبرالية. وهذا كمان انه ايش؟ بيقولوا انه راح يحسنوا الوضع الاقتصادي للشعوب. ففي كثير من الدول العربية الآن مش ماشي بخط ديمقراطي وبيوعدوا بشعوبهم تسير نحو انهم راح السوق قوي. يحسنوا. نعم ايوه، نعم أستاذ وائل الخطيب، الحكامة الحصيفة في المعايير الدولية يعني اختزالا تختصر في 3 عوامل: المشاركة والرقابة والمحاسبة. هل يمكن النظر إلى نتائج استطلاعات من استطلعت آراؤهم، لأنه ليس هناك من وسيلة لقياس الرأي العام بشكل محسوب في كل الدول في المنطقة، من دون التفصيل على هذه المعاملات الثلاثة: تداول السلمي للسلطة، الحقوق والحريات، وجود جهات رقابية على الأداء الحكومي والسياسات النقدية والاجتماعية والسياسية وغيرها، ومن ثم محاسبة المسؤولين واستبدالهم إذا لزم الأمر؟ معظم هذه الآليات غير موجودة في دول كثيرة في العالم سيما المنطقة العربي. يعني يمكن لازم نكون لما نعمل هيك يعني الاستطلاعات لازم نكون نركز على المفاهيم وتعريفنا للمفاهيم، لأنه هون يمكن في شوية إشكالية. التجربة الديمقراطية العربية تم استحضارها بناء على الإرث الديمقراطي الغربي تحديدا، ولم تتطور ضمن المعايير العربية ثقافيا واقتصاديا، وبالتالي يجب أن يكون هناك طرح أو تساؤل أو نهج ديمقراطي يتوائم مع التركيبات الاجتماعية الموجودة في الوطن العربي والمتنوعة. طيب، ومن ثم حتى بالنظر لهذه المفاهيم، هل يغير ذلك النتائج يا أستاذ وائل؟ هلا يعني في يمكن يعني دراسات أخرى تم تقديمها تحدثت عن انه هل يتوائم، مثلا تتوائم ديمقراطيه مع بنى اجتماعيه متحدده، هل تتوائم الديمقراطيه مثلا مع الاسلام؟ فكان هناك راي اكثر تقبلا لفكره الديمقراطيه والاسلام. فهي بترجع لكيف احنا بنتعامل مع المفاهيم وكيف بنوجه الاسئله للناس. لكن هي حتى المفاهيم التي ذكرتها لحضرتك والتي يعود بها للدكتورة أماني جمال، سواء الشراكة المشاركة في الحياة العامة وفي العمل السياسي والرقابة والمحاسبة يا دكتورة أماني، لا تجعل تصنيفات الدول حتى على التقارير الدولية الاقتصادية مثلا أو التقارير العالمية للحكامة الرشيدة. هناك دول مثلا لديها سياسات اقتصادية شديدة الجودة، لكن ليس لديها شراكة في الحكم، وليس هناك من جهات رقابية، وليس هناك من محاسبة في أنظمة بعينها، من ثم هي لا تكون على رأس الهرم في هذه التقارير. هل يمكن خلق نموذج خاص بالعالم العربي مختلف عن النادي الليبرالي الغربي ومختلف عن الحوكمة في شرق آسيا مثلا؟ شوفي، بدي كمان يعني ارجع للسؤال عن المفاهيم الديمقراطيه. يعني في عدد السنين خاصه بعد 9/11 كثير في الغرب، كثير من المحللون بالغرب يعني كانوا يقولوا انه المفاهيم الديمقراطيه مش موجوده عند الشعوب العربيه، انه الشعب العربي ما عندهمش appreciation للقواعد الديمقراطيه. الاستطلاعات الراي تبعونا بالارب بارامتر إلنا 10 سنين بنشوف إنه مفاهيم الديمقراطية الأساسية عند الشعب العربي 100% مفهومة. الشعوب العربية بيحترموا الديمقراطية، بيحترموا السياسات والحريات اللي بيجوا مع الديمقراطية، وبيريدوا الحريات بالانتخابات، بالرقابة، بكل العوامل الديمقراطية أن يكونوا يعني تكون موجودة عندهم. فمش المشكلة إنه المفاهيم الديمقراطية مش موجودة عند الشعوب العربية، ولكن إذا يعني إحنا بنعرف من الدراسات الديمقراطية إنه كل دولة ديمقراطية خلال آخر 100 سنة النموذج الاقتصادي كمان
بفيد الشعوب بنسبة بأجمل majority of the people are benefiting economically. ولكن بالدول العربية الخبرات الديمقراطية مش ال 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 الجو الحالة الاقتصادية ما ازدادتش مع التجربة الديمقراطية. فأنا شو اللي بقوله يعني بدناش نموذج جديد للديمقراطية والاقتصاد للدول العربية، ولكن الدول العربية لازم تهتم، مش بس الدول العربية، كمان الدول الغربية اللي بتعطي مساعدات للدول العربية لما بيحكوا عن الديمقراطية وبيدعموا الديمقراطية لازم يدعموا خط اقتصادي بيخلق الفرص للوظائف للشعوب، خاصة للأجيال الأجيال الشباب والشابات لما يطلعوا من الجامعات، لأنه ما فيش وظائف إنها الـ unemployment عندنا بالدول العربية شيء مخيف. طيب البطالة وعدم التوظيف. طيب أستاذ وائل الخطيب، هل هناك مثلا من وجهة نظر حضرتك اتجاه نحو الفصل بين السياسات النقدية الغربية وتأثيرها على الدول في المنطقة العربية، سياسات التسليح، الفصل بين ملفات الحقوق والحريات من جانب الغرب وبين مصالحها المتعلقة بتصدير السلاح وما إلى ذلك؟ وأعلم أنني أبتعد قليلا عن تخصص حضرتك، بس من وجهة نظرك كباحث، هل ترى أنه ربما خلطة الديمقراطية بمفهومها الغربي النادي الليبرالي الذي حضرتك أشرت إليه ستتغير لما يتعالى صوت المواطن الغربي لما يبدأ يدفع ثمن أوكرانيا في الشتاء القادم، وهذا قادم لا محالة مع السياسات الاقتصادية للدول الأوروبية؟ يعني طبعا يعني حضرتك بالنسبة لموضوع الغرب، يعني ما بحس أو ما حسيت إنه صار في تغير في الحياة اليومية الغربية خلال الفترة الماضية. بالعكس، يعني ألمانيا كانت بتشجع الناس على استعمال المواصلات وتم تسهيل المواصلات للناس، فبالتالي يمكن الغرب او العالم الغربي في هناك، تعرفي حضرتك البنك الدولي هو من يحكم السياسات النقديه ويتحكم فيها في كثير من دول العالم من ضمنها العالم الغربي. يعني العالم الغربي مش خارج هاي المظله الراسماليه الدوليه اللي بتحكم العالم ماليا واقتصاديا. ولكن انا لا اعلم حقيقه يعني شو ممكن يكون تاثير الازمه الاوكرانيه، لانها بعيده جدا عن مجال تخصصي. بس تأثير على حياة الناس، لأنها تؤثر على حياة الناس بشكل يومي، يعني وحضرتك تقيس كيفية النظر من جانب المواطن، من جانب الشرائح الاجتماعية للطريقة التي هم يتعاملون بها مع العالم والعالم يتعامل معهم، وهذا أصبح له تأثير مباشر على كل المواطنين في الدول الغربية، من ثم ما بالك سينسحب ذلك على المنطقة العربية بالتأكيد، على الأقل على صعيد سلال الغذاء والسلاح وما إلى ذلك. هي اثرت فعليا. يعني اذا بدي احكي لك مثلا انا على اقيس لك على الاردن لاني موجود في الاردن، هي اثرت على الحياه العامه للناس بشكل يومي من خلال ارتفاع الاسعار، والناس بتشوف الفرق في وجود هاي الاسعار. ولكن بالنهايه هل احنا ممكن نحكم من خلال تجربه بسيطه اللي هي الازمه الاوكرانيه على تغير المعايير او على النظره والحكم للديمقراطيه؟ اتوقع يمكن هنا القياس حيكون مختلف، لانه احنا بنحكي عن الحاله العربيه. طيب، على كل هذا نقاش ممتد بالتأكيد، شكرا جزيلا لحضراتكما أستاذ وائل الخطيب الباحث في الأنثروبولوجي الاجتماعية من عمان، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومن برينستون الأمريكية الدكتورة أماني جمال عميدة كلية الشؤون العامة الدولية بجامعة برينستون الأمريكية، شكرا جزيلا لحضراتكما.